吗？احنا النهاردة بنعيش يوم من ايام السنة اسمه يوم ايه؟ السنة. يوم ايه؟ يوم احنا النهاردة احنا لابسين النهاردة لبس ايه؟ الشتاء. عشان النهاردة يوم ايه؟ الشتاء. طب واحنا بنعرف ازاي ان احنا في الشتاء؟ مين يقول لي؟ بنعرف ازاي ان احنا في الشتاء؟ المطر. وايه كمان غير المطر؟ الشمس. والجو بيكون ايه؟ برد. الجو بيكون عصر. بيكون برد. طيب واحنا بنلبس ايه في الشتاء؟ هدوم تقيله ولا خفيفه؟ تقيله. طيب مين يقول لي بقى؟ احنا عندنا كام فصل في طول السنه؟ الشتاء. هو لسه كده يعني احنا الجو عايشين جو الشتاء لكن لسه الشتاء ايه؟ فصل الشتاء لسه ما بدأش معانا، احنا في الخريف تقريبا دلوقتي مش كده؟ احنا في الخريف اللي هو اللي بيجي قبل الشتاء اللي هو ايه؟ الخريف. تمام. ايه بقى مظاهر الشتاء؟ ايه اللي بيحصل في الشتاء يا اولاد؟ تيجي نتعرف على الظواهر الطبيعية اللي بتحصل في الشتاء. يعني ايه الظواهر الطبيعية؟ يعني حاجات بتحصل في الطبيعة احنا مالناش دخل فيها، ها؟ مالناش دخل فيها، يعني مش احنا اللي بنعملها. زي ايه؟ زي المطر. مين اللي بينزل المطر؟ ربنا. وايه كمان بيحصل في المطر؟ بنسمع صوت كده بالليل في السماء اسمه ايه؟ اسمه الرعد. مين قال الرعد؟ شاطر. مين؟ برافو عليك، ممتاز. على فكرة اللي هيجاوب معايا النهارده هو اللي هيلون لوحة قوس قزح اللي احنا شايفينها دي. اللوحه دي اسمها لوحه ايه؟ قوس قزح. وعباره عن ايه قوس قزح دي؟ مجموعه الوان بنشوفها في السماء. بنشوفها فين؟ بتظهر امتى؟ في فصل الشتاء. وبتظهر امتى بالظبط؟ لما الدنيا بتمطر والشمس بتكون ايه؟ منوره. لما تكون الشمس ظاهره معانا في الجو والمطره بتمطر بيكون في مجموعة ألوان، لأن الشمس بتطلع إيه؟ مين يقولي دي اسمها إيه؟ أشعة. دي اسمها إيه؟ أشعة الشمس. بتكون عبارة عن ألوان، بتكون كام لون؟ سبع ألوان، هنقولهم دلوقتي، لكن الألوان دي بتظهر إمتى يا حلوين؟ لما تكون الدنيا بتمطر، الدنيا بتمطر والمطرة كده بتنزل، الأشعة دي بتنزل كده من السماء تقوم إيه؟ راجعة تاني عاملة حاجة اسمها انعكاس وتقوم طالعة تاني فوق، تقوم جاي ورا السحاب ألوان. كام لون معايا ألوان قزح؟ قوس قزح. سبع ألوان. هما إيه؟ شايفة كده؟ الأحمر، الإيه؟ والبرتقالي. برافو عليكي برتقالي. وإيه كمان؟ الأصفر. وإيه كمان؟ الأخضر والأزرق والبنفسجي والإيه؟ يبقى عندنا كام لون قوس قزح؟ والشاطر هو اللي هيلون معايا. ايه تاني من الظواهر اللي بتحصل في الطبيعه في الجو عندنا وبنبقى عارفين ده فصل الشتاء؟ قلنا اول حاجه الايه؟ المطر. وايه كمان؟ اللي بيعمل صوت كتير، صوت عالي قوي مخيف. وفي حاجه اسمها ايه كمان بتنور في السماء اسمها ايه؟ برافو عليك يا حلا، ممتازه يا حلا. البرق. البرق لون او ضوء كده بيجي في ايه؟ في السماء. وبيكون في ايه كمان؟ رياح. الرياح دي بتكون يعني إيه؟ الرياح اللي هي الهواء. الهواء بيكون بسيط كده ولا شديد علينا قوي؟ شديد. وايه كمان بنشوفه في السماء؟ قوس. بس على فكره مش اي حد بيشوف قوس قزح، اللي بيركب الطياره هو بس اللي ممكن يشوف الايه؟ قوس القزح دوت. يبقى ايه الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل في الشتاء؟ مين يقول الظواهر دي؟ الايه؟ المطر. الظواهر يا حلوين، يعني الحاجات اللي احنا ما بندخلش فيها. الظواهر الطبيعيه اللي مالناش دخل فيها خالص وبتحصل في الشتاء. المطر والبرق والرعد والغيوم. وايه كمان؟ وبنشوف ايه كمان؟ برافو عليك يا حلوين. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.